نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق 18 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين والكويت وكأس شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز وشركة تراي ريزهام ليز للاستشارات، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير، وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد محمد ملك نائب الرئيس التنفيذي ببنك البحرين والكويت بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط الثاني إلى الملك الفائز سيدن مازن الشعلة، وكأس الشوط الثالث إلى الفائز الفارس عبد الله فيصل، فيما تقدم السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي ببنك البحرين والكويت كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط السادس إلى الملك الفائز صلاح عبد اللطيف، فيما قدم السيد عبد الحق محمد الشريك الإداري بشركة ترو ريز وهم ليز للاستشارات كأس الشركة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة. ثم قدم الدكتور الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي بشركة غاز البحرين بنغاز كأس الشركة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وقد اشتمل السباق على 9 أشواط.